طبعا طبعا محدش مثلا طبعا. راح احتد على الحكم بشكل غير لائق ولا سبه ولا ولا ولا. واحنا عمرنا ما اتكلمنا، احنا بنتكلم على التحكيم ومساندينه جدا جدا، وبنتكلم ونقول الحكام ودول اخواتنا ودول اولادنا وفي ظهرهم دايما. عمر قناه النادي الاهلي ما كانت الا بايجابيه شديده جدا مع مصلحه الكره المصريه والرياضه المصريه، واخد بالك، والتوعيه للجمهور والتوعيه للشباب والتوعيه وفي ظهر الحكام وفي كل حاجه وفي السلوكيات والاخلاقيات. هنا مبدا كبير جدا بنحاول نتعاون فيه عشان الدوري والرياضه وكل حاجه كويسه. فاحنا عمرنا ما اتكلمنا عن الحكام ابدا ابدا. لكن انا نفسي معلش برضو ما يعني متغاظ، يعني ما تديني حقي بقى، ما ينفعش. هو لازم يعني بفضل الله تعالى عشان اخد حقي الاقي بقى الدنيا؟ لا، حقوق النادي الاهلي ووجود النادي الاهلي ولاعيب النادي الاهلي والجهاز الفني الله يكون في عونه، واخد بالك، كتير جدا كتير جدا. حتى ما نشوفش النادي الوحيد اللي ما بيعترضش، لا في جهاز بيعترض ولا لعيبه بتعترض ولا اداره بتعترض ولا جمهور بيعترض. احنا بمنتهى الاحترام والادب والحياديه والاحترام والادب، وبنكسب بفضل الله اسمه مجهودنا واحترامنا وكياننا وحبنا لبعض وترابطنا وفنياتنا العاليه قوي. توفيق الله اسمه فنياتنا، فاديني حقي بما يرضي الله. انا اول مره اتكلم كده، لكن انا متغاظ عشان حرام مجهود منظومه كامله متكامله بتتعب طول السنه في تخطيط ونظام ومصاريف واسعاد جمهور واسعاد اداره، ويضيع مني حقي، حقي حتى لو انا مش موفق. مش مستوايا، ما عنديش ثبات في المستوى، ما عنديش اداء، ما عنديش، انا مستحوذ ومسيطر وما عنديش فعاليه، لكن بينالتي ممكن احسب بيه 3 نقاط يحسموا لي الدوري. فاديني حقي ما يرضي الله. واتمنى ان لجنه الحكام معلش تعيد نظر تاني في القرارات اللي هي اخيره مش موفقه فيها الحكام. احنا بنضم صوتنا لصوت كابتن ربيع سين وصوت كابتن